ها نحن في الحي القديم. هذا حي مزدحم دون شك. وأين دكان صديقك؟ هذا رقم 9 وهنا 11، 13 هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. السيد رضوان من فضلك؟ السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. وأين هو؟ هو يعمل في دكان آخر. وأين هذا الدكان؟ هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. وكيف أذهب إلى هناك؟ اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار، هناك دكان السيد رضوان جانب البنك. شكرا جزيلا. عفوا. هيا بنا يا أمين. رضوان. عصام كيف الحال؟ بخير الحمد لله، وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. تفضل تفضل، مرحبا. هذا أمين. أهلا وسهلا. تشرفنا. كيف حال العائلة؟ هي بخير أيضا الحمد لله. هل تشرب شيئا؟ لم لا، شيئا من فضلك. وأنت يا أمين؟ أنا أيضا. حاضر. يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟ طبعا، ما رأيك في هذه؟ هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ لا والله، هي هدية من صديق إلى صديق، وأنت صديقي، أليس كذلك؟ أنت على حق، بارك الله فيك. انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ هو فانوس جميل جدا. نعم، أنت على حق. يركب علاء الدين سجادة، وتطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين. ماذاك يا ماما؟ هذه سجادة. سجادة؟ هل تطير؟ انظري يا ريم، تلك مدينة القدس. وأين بابا والسيد أمين؟ ها نحن في الحي القديم. ها نحن في الحي القديم. هذا حي مزدحم. هذا حي مزدحم. وأين دكان صديقك؟ وأين دكان صديقك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. وعليكم السلام، مرحبا. السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. السيد رضوان لا يعمل هنا الآن. هو يعمل في دكان آخر. هو يعمل في دكان آخر. هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. هو دكان كبير قرب المسجد الأقصى. اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار. اذهب إلى اليمين وفي منتصف الشارع إلى اليسار. هيا بنا يا أمين. هيا بنا يا أمين. كيف حال العائلة؟ كيف حال العائلة؟ هل تشرب شيئا؟ هل تشرب شيئا؟ يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟ يا رضوان هل عندك سجادة صغيرة؟
هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ هي جميلة جدا، ما ثمنها؟ هي هدية من صديق إلى صديق. هي هدية من صديق إلى صديق. انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ انظر يا عصام، ما رأيك في هذا الفانوس؟ تطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين. تطير السجادة من سماء الهند إلى سماء الصين.